كيف تبدأ؟ هذا السؤال تم توجيهه لي من قبل أحد أفراد عائلة تلمس، وكانت الإجابة في ثلاثة نقاط رئيسية بشكل مباشر. ولكن قبل ما أحكي لك هذه الثلاث نقاط، بذكرك بضرورة الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو والضغط على زر الجرس لتصلك كل جديد من هذه القناة. وخلينا أحكي لك الثلاث نقاط بشكل سريع. أولا، يجب أن تعرف تخصصك أو أن تبدأ بتخصصك. ماذا أنت متخصص؟ ما المهارة؟ ما الشيء؟ ما المجال اللي أنت مبدع فيه؟ حاول أن أنت تتخصص وتتقن مجال معين لكي تبدأ به. 2، حاول تبدأ بأقل الإمكانيات. يعني ما بنفع أن أنت تبدأ بداية عظيمة. جميع الأثرياء وجميع الناس اللي نجحوا بدأوا من لا شيء. حاول أن أنت تبدأ يعني بأقل الإمكانيات اللي هي متوفرة بين إيديك. ما تستنى ظروف تتحسن، ما تستنى الاقتصاد يعني ينمو، ما تستنى الدولة تعطف عليك. أنت اليوم ابدأ من اللي بين إيديك بالأشياء المتوفرة أو بأقل الإمكانيات. النقطة الثالثة، انطلق من منصة معينة لكي يتعرف بها عليك الناس. يعني حاول انه تتبنى اليوم مثلا قناة يوتيوب، منصة سوشيال ميديا، فيسبوك، انستغرام. حاول تبدأ يعني من منصة معينة تخاطب فيها الجمهور وتوجه يعني اللي انت عايز من هذا الجمهور لصالحك او لكورساتك او لمهاراتك او ما تبدع به. يعني حاول تخاطب الجمهور من خلال منصة واحدة فقط، وما تحاول انه انت تركز على اكثر من منصة حتى لا تتشتت ولا تضيع وقتك وجهدك. يعني مثلي انا عندما بدأت حاولت انه يعني يكون عندي مثلا حساب على لينكد ان، على اليوتيوب، على قناة مثلا تليجرام، على انستغرام. ما تبدأ يعني بمنصات كثيرة، ابدأ فقط بمنصة واحدة وانطلق منها. وبالتوفيق ان شاء الله تعالى للجميع.